السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في درس جديد على قناة عالم التكنولوجيا. درس اليوم سوف يكون موضوعه حول كيفية الحصول على VPN مجاني. طبعا ما راح نحتاج لا برامج ولا شيء، كل شغلنا اليوم راح يكون على موقع معروف ورائد في مجال الحصول على VPN مجاني. طبعا راح أحط لكم رابط الموقع تحت الفيديو بالديسكريبشن. نفتح المتصفح، طبعا مثل ما انتم شايفين هذا هو الرابط. اول ما تفوت عليه من حاسوبك هو راح يحدد نوع الاتصال اللي عندك بحاسوبك واي بي الشركة وكل شيء ومكان الشركة اللي انت متصل عليها ودولتك واي شيء يعني بيخصك. وهون راح يعطيك طبعا بالمكان هذا راح يعطيك يعني احداثيات او اعدادات الاتصال اللي السيرفر يعني اللي بدك انت تزبطه بجهازك لحتى تصير عندك في بي ان مجاني وتتصل عليه. طبعا تروح على اشارة النت عندك بالبار ديتاش تاع الحاسوب، تضغط عليها كليك يمين، تفتح اوفرير سونتر ريزو اي بارتاجي الخيار الثاني. طبعا تجيك هاي الشاشة، تروح على كونفيغيري اني نوفيل، كونفيغيري اني نوفيل كونيكسيون و ان نوفو ريزو. طبعا اول خيار هون تضغط عليها، تيجي هون تطلع لك هاي النافذة الصغيرة، تختار ثالث خيار كونيكسيون افوتر اسباس دي ترافو، تضغط عليها زي ما انتم شايفين، تضغط عليها وبعدين تكبس نيكست. بعدين بيكون عندك خيارين هون، تختار اول خيار نو كري ان نوفيل كونيكسيون، يعني لا سوف اسجل ان نوفيل كونيكسيون يعني احداثيات ريزو جديدة. تضغط اوفرير اتيليزي ما كونيكسيون انترنت. طبعا هون بيطلب منك الاحداثيات اللي بدك تسجلها كلها يعني. طبعا راح تروح هلا للموقع هذاك لتاخذ كل الاحداثيات اللي معطيك اياها. طبعا تختار هون هاي تنسخها، تعمل نسخ، ترجع للبرنامج تعمل لصق مثل ما انتم شايفين، بعدين تعمل هون خليه اي شيء، بعدين تعمل نيكست مثل ما انتم شايفين. هون اول خيار تكتب فيه فري مجاني، يعني فري بالفرنسي مثل ما هي موجودة بالموقع. طبعا اذا ما انتم شايفينها هاي هون فري مثل ما انتم شايفين، وتحت بيعطيك رقم، الرقم هداك هو اللي راح تتصل عليه. طبعا الرقم مثل ما انتم شايفين، تسجل الرقم اللي موجود عندك، بعدين تضغط على كونكتي مثل ما انتم شايفين. هلا راح يبلش يعني يعمل اتصال بالسيرفر بروكسي هاد، يعني ننتظر عليه شوي. طبعا هذا السيرفر ما راح يعني ايش بحكي لك، في مثلا برامج تعطيك صح في بي ان مجاني يعني، بس انه بتثقل النت مثل ما حكينا. فوزيت كونكتي مثل ما انتم شايفين انه هلا انت يعني متصل بالفي بي ان مثل ما انتم شايفين. نروح هلا مثل ما انتم شايفين هايو عندي كم اتصال هون. طيب هلا انا متصل، اروح لا اتاكد، بفتح صفحة جديدة بالمتصفح، بروح هلا بكتب ماي اي بي بالمتصفح هيك وبضغط انتري. طبعا راح نروح هلا لموقعي يورجينا شو الاي بي تاع جهازنا مثل ما انتم شايفين. هاي هلا هاي الاي بي نفسها اللي شفناها من موقع تاني، هاي اللي معطيني اياها الفي بي ان. طبعا
الفي بي ان هاي مثل ما انتم شايفين هون نورث هولاند، طبعا انا مقيم بتونس ما الها دخل يعني، بس الفي بي ان مثل ما انتم شايفين تغيرت، صارت يعني انه انا من هولندا مو تونسي مثل ما انتم شايفين. طبعا الفي بي ان الاصلي تاعي موجود هاي هون، وانتم شايفين اني من تونس كمان نفس الشيء انتم شايفينه هون. كل حال جربوه الموقع ان شاء الله يعجبكم، موقع سهل ما بده شيء، بيتيح لك كمان في بي ان مجاني ويتجدد كل 24 ساعة المفتاح يعني تاعها، مثل ما انتم شايفين المفتاح الموجود هون تحت الفري هون باسورد يعني بيتجدد كل 24 ساعة. برنامج حلو كتير جربوه وان شاء الله يعني يساعدكم بكتير شغلات، وكمان بيتيح لكم انه تفتحوا المواقع المحجوبة ببلدكم وهيك، انه تفوت على اساس انه مثلا انت هولندي او اي شيء يعني. ان شاء الله كمان اللي يكون عجبكم الشرح ان شاء الله ما كنت طولت عليكم. ومثل ما حكينا بكل الفيديوهات بدنا يعني تساعدونا شوي يعني بشوي لايك واشتركوا معنا بالقناة ليوصلكم كل جديد، واللي بده شغلة يعني شرح برنامج او اي شيء بحط شو بده بالدسكريبشن يعني بالتعليقات تحت الفيديو والكومنتر، وان شاء الله يعني بنرد عليه ونحقق له اللي بده اياه. يعني طبعا الواحد ما بكذب على الناس ولا شيء، يعني اللي بنقدر عليه ان شاء الله ما بنبخل عليه فيكم، وهيك بكون خلص يعني درسنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.